نشكر هيئة سوق المال على جهودها لحد طلوع هذا الطرح للسوق، وأبارك لكل من ساهم واستثمر في هذا الطرح. نحن الآن نحمد الله ونشكره من 32 مساهم إلى الآن مليون مساهم. دكتور، البعض يتساءل كم نسبة نمو الشركة، أرباح الشركة في السنوات الماضية، وكم هو متوقع أن يكون النمو في السنوات القادمة؟ كان نسبة نمونا بالسنة السابقة بمتوسط 25%. السنوات القادمة نتوقع أكثر، وهذا مربوط بما تحظى فيه المملكة من تطور البنية التحتية في المشاريع. هناك مطار الملك خالد سوف ينتهي التوسعة فيه في عام 2015، مطار الملك عبد العزيز، هناك مطار الطائف، هناك مطارات أخرى. حكومة خادم الحرمين الشريفين سوف تستثمر أموال تصل إلى أكثر من 300 مليار في البنية التحتية للمطارات، وهذه سوف تزيد من 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 رقعة الاستثمار في هذا الجانب. هذا جانب. الجانب الثاني، التوسعات التي تشهدها صناعة الطيران وصناعة السفر والسياحة سواء داخل المملكة أو خارج المملكة. المملكة العربية السعودية الآن بتصرح إلى ناقل جوي، وهذا بيكون إضافة للسوق السعودي. السوق السعودي هناك حسب تصريح سمو الأمير فهد بن عبد الله رئيس الطيران المدني أن هناك فائض ليس مخدوم بالداخل 2 مليون مسافر، وهناك ازدياد بالسفر معدل 14% سنويا، وجميع هذه إن شاء الله هي مساعدة لإحنا إن شاء الله أن ننمو أكثر مع الخطط اللي رسمتها المجموعة أن تتحقق، وإن شاء الله كما حصل في الماضي من تجاوزنا الخططنا أن نتجاوز أكثر إن شاء الله لما يعد مصلحة للاقتصاد السعودي والمساهمين والمستثمرين. دكتور، ما هو توجهكم الحالي؟ البعض يعتقد أن توجهكم هو فقط تذاكر وما إلى ذلك، هل يمكن أن توضح بشكل أكبر عن هذا التوجه ليكون المساهم ومن يريد الدخول في السهم على بينة بشكل أكبر؟ بالحقيقة كانت نشرة الإصدار كانت موضحة جميع، يعني بل كانت في تفاصيل دقيقة جدا كانت موجودة. احنا لسنا نخدم قطاع السفر اللي انت تتكلم عليه، المسافرين الأفراد لا يمثل عندنا 10%. نحن نعتمد على قطاع الأعمال والقطاع الحكومي، ونعتمد على القطاعات الاستثمارية الأخرى التي ذات عائد وذات إضافة قيمة إضافية للمجموعة نستثمر فيها، وهذه موجودة في نشرة الكتاب على تداول، يمكن لكل من يرغب أن يطلع عليها، وإن شاء الله سوف تسمعون وسوف ترون إن شاء الله في الأيام القريبة أخبار سعيدة جدا لما يؤكد ما قمنا وذكرناه، ويحقق المجموعة حصلت على أعلى مساهمين من عام 2009 إلى الآن من مواطنين، وصل إلى أكثر من 1,200,000، وهذه إشارة قوية إلى أن المجموعة تتمتع في قوية، سواء بنية تحتية أو سواء خطط استراتيجية أو سواء استثمارات بما يعيد على هذه. فنحن ننوع استثماراتنا. المجموعة لديها 18 شركة شقيقة، وجميع الشركات الشقيقة هذه لا تعمل في قطاع واحد، في قطاعات متعددة. لدينا شركة شقيقة في الحج والعمرة، لدينا شركة شقيقة في تأجير السيارات، لدينا شركة شقيقة في الاستثمار والتطوير، فهناك شركات عديدة إضافة لموضوع التذاكر.